طيب بسم الله، وصلنا للاوس بي اف مالتي اريا. بسم الله. طيب قلنا بقى الاوس بي اف فيه مشكلة لو عدد الراوترات اللي عندك زاد، فده بيحتاج بروسيسنج اعلى وميموري اكتر، والداتابيز بتاعت الاوس بي اف هتبقى اكبر. فعشان كده بنقسمه ايه الاريا. قلنا الراوتر اللي هيبقى ليه دراع في اريا ودراع في اريا تانية بيسموه اي بي ار، اريا بوردر راوتر. والمفترض لو انا عندي راوتر جوه اريا 2 مثلا، هيبقى راسم الخريطة بتاعت اريا 2، ملوش دعوة، يعني مش هيبقى عنده ال اس اي تايب 1 بتاعت ار 1 ولا ار 2 ولا ار 7. انا ليا ان انا ارسم خريطة الناس اللي معايا في نفس الاريا فقط. ولو حصل تشينج لاي راوتر داخل اريا 2 مثلا، هترتب عليه اعاده الحسابات في اريا 2 فقط. غير بقى لو انت كنت عامل كل دول في اريا واحده، كان التشينج هيحصل على اي راوتر. لو فرضا دول مثلا 200 راوتر، اللي هيحصل تشينج عليه هيأثر على حسابات الراوترات ايه كلها. فموضوع الاريا ده معمول مخصوص عشان تقلل البروسيسنج والميموري اللي بتحتاجها والداتابيز بتاعت الاو اس بي اف. طيب شفنا الكلام ده وعرفنا ان لازم كل الارياز اللي عندنا تتفرع من اريا ايه، من اريا زيرو. عشان كده في اللاب ده احنا عملنا له كونفيجريشن المره اللي فاتت. شفنا ان انا لو جيت على ده وقلت له شو اي بي روت، مش هيشوف اي حاجه من شبكات اريا 4، لان اريا 4 هنا واصله بايه، واصله باريا 2. كان المفترض الاجهزه بتاعت اريا 4 ديت توصل باي راوتر في اريا زيرو، لكن بالوضع ده الناس اللي هنا واللي هنا واللي هنا مش هتعرف حاجة عن اريا 4. بص، الراوتر طالما ما عندوش دراع في اريا 0، هو عنده هنا دراع في اريا 2 ودراع في اريا 4، يرفض تماما ان هو يبعت اي شبكات خاصة باريا 2 لاريا 4 او من اريا 4 لاريا ايه. بس خد بالك، الراوتر ده هيبقى عنده شبكات، الراوتر ده بالذات اللي هو الاي بي ار ده هيبقى عنده شبكات اريا 4، لان هو عنده دراع في اريا 4، وبالتالي هو هيرسم الرسمه بتاعت اريا 4 ويبقى عنده الشبكات بتاعتها، وهيبقى عنده شبكات اريا 2. سؤال بقى، هل الراوتر ده هيبقى عنده شبكات اريا 3 واريا 0 واريا 1؟ الراوتر ده طبعا، لان هو بما انه عنده دراع في اريا 2، واريا 2 هتعرف من ار 3 كل شبكات اريا 0 واريا 3. بص، اريا 3 هتبلغ شبكاتها لاريا 0، وواحد هتبلغها لاريا 0، وطبعا اريا 0 اللي هتعرفه هتبلغه الاريا 2. اذا الراجل ده الوحيد اللي عنده معلومات عن كل الشبكات اللي ايه اللي قدامكم دول. لكن يا عيني ده وده 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 ما يعرفوش حاجه عن الشبكات اللي تحت، وده ما يعرفش حاجه غير عن الشبكات اللي معاه في نفس الاريا فقط. تمام كده؟ في اي سؤال لحد دلوقتي؟ طيب قلنا بقى لو انت جيت على اي راوتر وكتبت عليه شو اي بي روت، هيظهر لك شبكات عرفها من الراوترات اللي معاه في نفس الاريا دي، بيبقى قدامها حرف ايه؟ او. لكن لو هو اتبلغ من راوترات من بشبكات من اريا تانية، يبقى يظهر قدامها ايه؟ او اي اي. وهنا بقى يظهر معانا ال اس اي تايب 3. احنا اخدنا تايب 1 وتايب 2. تايب 1 اللي احنا خدناها دي اللي هي بنرسم بيها الرسمه اللي جوه الاريا. يعني الراجل ده عشان يرسم خريطة الراوترات اللي معاه في نفس الاريا، لازم الراوترات اللي جوه نفس الاريا تتبادل ال اس اي تايب 1. بس بص بقى دلوقتي، مثلا الراوتر ده بما ان عنده دراع في اريا 3، هيبقى عنده الخريطة بتاعت اريا 3. عرفها ازاي؟ من ال اس اي تايب 1 اللي اتبعتت له من كل الراوترات اللي في اريا 3. يقوم ده يعمل ايه بقى؟ بما ان عنده الخريطة، يبدأ يستنتج شبكات اريا 3، وبعدين يبعتها جاهزه مقشره لاريا 0. يبعتها بانهي طريقه بقى؟ فاكرين طريقه الاي اي جي ار بي والريب؟ لما كنت ببلغ غريب اقول له ايه؟ لو عايز توصل للشبكه الفلانيه تعالى لي وانا اوديك، صح كده؟ هنا بقى ما بيشتغلش بالطريقه الطبيعيه بتاعت الاوس بي اف. الطريقه الطبيعيه بتاعت الاوس بي اف كنت ببعت لجاري ايه؟ بقول له بص دي بياناتي، ارسم انت بقى الخريطه بتاعت المنطقه واستنتج الشبكات. لا، ده بص الاوس بي اف بيشتغل ما بين اريا واريا بطريقه ايه؟ بطريقه الريب والاي اي جي ار بي، مش بالطريقه الطبيعيه بتاعته. عارف لو انت كله اريا واحد، اريا كلها واحده، ساعتها يشتغل بالطريقه بتاعته، يحتاج ال اس اي تايب 1، ولو عمل انتخابات يحتاج ال اس اي تايب 2 بس.
لكن لو في ارياز مختلفه زي ما انت شايف كده، نحتاج بقى ال اس اي تايب 3. دي بقى اللي ببعت فيها ايه الشبكه متقشره. الراجل ده سي بقى هيعرف من اريا 3 ان في شبكه كام، 24 24 25 25. يقوم جاي الراجل ده باعت لجيرانه دول، هو مش الراجل ده ليه تو نيبرز، يقول لهم يا جماعه لو عايزين توصلوا للشبكات دي انا رسمت خريطتهم، خلاص انتوا ما تشغلوش بالكم ترسموا الخريطه بتاعتهم عشان ما يبقاش فيه بروسيسنج عالي. الشبكات دي انا استنتجتها، لو عايزين توصلوا لها تعالوا لي. بيبعتها ازاي بقى؟ ال اس اي تايب 3. يعني بص دول كام شبكه؟ 1 2 3 4 5 6. يبقى وطبعا حط معاهم ايه؟ الشبكه دي. يبقى الراجل ده هيبعت لجاره ده 7 ال اس اي تايب 3. كل ال اس اي تايب 3 فيه معلومه عن ايه؟ عن شبكه. وهيبعت لده 7 ال اس اي تايب 3. طب الراجل ده؟ الراجل ده هيكتشف من اريا 1 1 2 3 ادي كده 2 ادي 6 وادي 7، هيبعت لده ايه؟ 7 ال اس اي تايب 3. بص بقى ار 3 دلوقتي. ار 3 عنده في اريا 0 الشبكه اللي في النص. وهيجي له معلومات عن السبع شبكات اللي هنا. يبقى كده كام؟ بقوا 8 و7 هم، يبقى كده كام؟ 15. يقوم جاي ده باعت 15 ال اس اي تايب ايه؟ تايب 3. يعرف الناس اللي في اريا 2 بالشبكات بتاعت اريا 0 واريا 3 واريا 1. يبقى ال ال اس اي اللي بتتبعت ما بين الارياز وبعضها ال اس اي تايب 3، لكن جوه الاريا ال اس اي تايب 1 اللي بنرسم بيها خريطه الاريا ال اس اي تايب 1. لكن لو انا رسمت الخريطه وعايز ابلغ بقى الغلابه اللي في الاريا الثانيه ابلغهم بال اس اي تايب ايه؟ 3. كده بقى بص الراوتر ده ازاي هيستنتج الشبكات اللي معاه في نفس الاريا؟ من ال اس اي تايب 1 وتظهر عنده حرف ايه؟ او. طب ازاي هيستنتج الشبكات اللي في الارياز الثانيه؟ من ال اس اي تايب 3 اللي في الارياز الثانيه 3 وتظهر عنده ايه؟ او اي اي. عشان كده يقول لك ايه الشبكات، انا كراوتر الشبكات اللي هعرفها من تايب 1 تتسجل عندي او، من تايب 3 تتسجل عندي او اي اي. لو تفتكروا كنت قلت لكم مفيش حاجه في الاوس بي اف اسمها اوتو سامري، مفيش الموضوع ده. كان في الريب لو انا مشغل او الاي اي جي ار بي مشغل اوتو سامري، لو لقى شبكه متقطعه اربع حتت بدل ما يبعتها اربع حتت ويبقى حجم الابديت كبير يبعتها حته واحده بالميجور، صح كده؟ هنا الاوس بي اف داخل الاريا الواحده اللي هي بتشتغل بالاي سي تايب كام؟ 1. مفيش حاجه اسمها اوتو سامري. ما بين الارياز وبعضها برضو مفيش حاجه اسمها اوتو سامري، بس في مانيوال سامري. يعني ممكن اعمل ايه؟ بص يا سيدي، لو انا جبت روت واحد يجمع الست شبكات دول في بعض، الراجل ده طبيعي المفترض يبعت كام ال اس اي تايب 3 لجيرانه عشان يبلغهم بدول؟ خلينا في دول بس، دول ستة. ممكن اجي على الراوتر ده اقول له ايه؟ بقول لك ايه؟ لما تيجي تبلغ جيرانك، بص انا خلي بالك هبعت من اريا لاريا، ها؟ لما تيجي تبعت ال اس اي تايب 3 بدل ما تبعت ستة تايب 3 بست شبكات، ابعت واحدة بس ملخص للست. تمام؟ بس ما ينفعش نعمل موضوع السبري ده الا ما بين ايه؟ ما بين الارياز وايه؟ وبعضها. يعني مثلا هنا ما ينفعش اقول للراوتر ده بدل ما تبعت الستة دول لجارك حبيبك ده ابعت له سامري ليهم. ليه؟ لأن ده لما بيبعت ما بيبعتش شبكات، بيبعت ايه؟ وصف لنفسه اللي هي ال اس اي تايب كام؟ تايب 1. فال اس اي تايب 1 ما ينفعش تتبعت بطريقة ملخصة، لازم تتبعت زي ما هي كده. لكن ال اس اي تايب 3 ينفع تتبعت بطريقة ملخصة، وده هيوفر علينا في حاجات كتير. يعني بص، بدل ما ده كان هيبعت 6 ال اس اي تايب 3 هيبعت ايه؟ يبعت واحده. خد بالك ده هيقلل الداتابيز. هو مش المفترض ده هيبقى عنده داتابيز من فيها ال اس ايز تايب 1 وتايب 2 تايب 3، وكل ما الداتابيز دي بتكبر كل ما تحتاج مساحه اكتر من الميموري. فلو ده جاله بدل السته دول واحده ال اس اي تايب 3 وبدل السته دول واحده ال اس اي تايب 3، فمثلا الغلبان ده هيبقى عنده ايه؟ 2 ال اس اي تايب 3 بدل ما كان يبقى عنده كام؟ 6 و6 12 ال اس اي تايب 3. بس هنا لازم انت تعمل موضوع السمري ده مانيوال. انا مخلي موضوع السمرايزيشن ده بارت كده لوحده، ناخده ازاي نعمل مانيوال سمري. طب احنا عارفين الاوتو سمري، ازاي نعمل مانيوال سمري سواء في الريب او الاي جي ار بي او الاوس بي اف. بس لما هندرسه في الاوس بي اف
هينفع نعمله ما بين ايه؟ ما بين اريا واريا، لكن جوه الاريا الواحده ما ينفعش. تمام؟ وده عيب خطير على فكره في الاوس بي اف، عشان كده بقول لك انت لو روتراتك كلها سيسكو خليك في الاي اي جي ار بي وانت مغمض عينيك، ما بيحتاجش كميه البروسيسنج والميموري والحاجات الرهيبه، وما فيش حاجه اسمها سمرايزيشن معايا، بالذات لو انت شغال كله اريا واحده. تبص تفتح الراوتنج تيبل تلاقي جواه مثلا 300 شبكه، طب يا عم انا عايز الخصهم اضغطهم شويه بحيث ان حجم الراوتنج مش هينفع. الا بقى اذا انت عندك ايه؟ مالتي اريا. عشان كده في ناس ساعات تتعمد ايه؟ يبقى عدد الراوترات عنده مش كتير ويتعمد ان هو يقسمهم لارياز. عشان ايه؟ عشان الطريقه الوحيده اللي تعمل بيها سامري في الاوس بي اف ما بين اريا وايه؟ ما بين اريا واريا. فيضطر ان هو حتى لو عدد الراوترات قليل يقطعهم برضو ايه؟ ارياز. عشان ايه بقى؟ عشان كل اريا يطلع منها ملخص كده للاريا اللي بعدها. تمام؟ هنا بقى انت لازم تراعي في الديزاين بتاعك ان الشبكات اللي تبقى في اريا 3 يبقى ليها كده ايه؟ سمري يلمها كلها في روت واحد او اتنين روت ولا حاجه. انما لو الديزاين بتاعك سيء فصعب ان انت تلاقي سمري يلم ايه؟ يلم. فبص ممكن تلاقي ده مثلا ده عنده سمري واحد لكل الشبكات اللي هنا وسمري واحد لكل الشبكات فتلاقي ده مثلا فيه 3 4 روت ولا حاجه، بدل ما يبقى فيها دي 6 ودي 6 وواحد ده 7 7 يبقى فيه مثلا 16 17 ولا 20 يبقى فيه 2 3. ها في سؤال لحد دلوقتي؟ يبقى المانيوال سمري كان بي يوزد بتوين ارياز. يقول لك ايه بقى؟ بص ان الاوس بي اف انترا اريا، خلي بالك فرق هنا في مصطلحين في الاوس بي اف، في حاجه اسمها انترا في حاجه اسمها انتر. انتر اريا يعني ما بين اريا واريا، انترا اريا يعني داخل الاريا الواحده. انترا اريا بيشتغل بطريقه الايه؟ اللينك ستيت اللي هي ال اس اي تايب كام؟ 1. لكن ما بين الارياز وبعضها بيشتغل بطريقه الديستانس ايه؟ الديستانس فيكتور، اللي هي نفس الطريقه اللي بيشتغل بيها عن طريق ال اس اي تايب 3. وهنا بقى تشتغل خاصيه السبليت هورايزون، محتاجينها بقى هنا. ما بين اريا يعني مثلا لو ده دلوقتي ده مثلا جات له ال اس اي تايب 3 من جاره حبيبه ار 2، بتبلغه بقى شبكات بالشبكات دي، عمر ما يرجع هو يبعت ال اس اي تايب 3 لجاره ده. مثلا ده هيبلغ ده اللي على الحدود ما بين الاريا، هيجنريت ال اس اي تايب 3 لكل الشبكات اللي عرفها من اريا كام؟ 4. بس هنا مش هينفع عشان اريا 4 واريا تبقى فرضا يعني، لو هينفع ساعتها ده عمره ما يرجع يبلغه تاني من الشبكات اللي هو ايه؟ عرفها منه. فاحنا محتاجين موضوع السبليت هورايزون مع ال اس اي تايب 3، لكن مع ال اس اي تايب 1 مفيش حاجه اسمها ايه؟ مفيش حاجه اسمها سبليت هورايزون. فاكرين السبليت هورايزون ولا؟ تمام؟ ايوه بالظبط. فده هنحتاجه بقى يرجع يشتغل تاني، ولو مش موجوده كان ممكن ده يترتب عليه حدوث ايه؟ حدوث لوب يعني. انا المفترض هسجل هنا سبليت ها في سؤال لحد دلوقتي؟ طيب دي كده كانت تكمله على الجزء بتاع الهيراركيكال ديزاين او الاوس بي اف مالتي اريا او اريا. وهيبقى عندنا هنا بس مشكله ازاي نخلي الناس اللي في اريا 4 تشوف الشبكات اللي في باقي الارياز ديت، والناس اللي في الارياز ديت تشوف الشبكات اللي في ايه؟ اريا 4. تمام؟ هوقف الفيديو ده على كده ونعمل الحته دي في فيديو لوحده اسمها ايه بقى الحته دي عشان تحل المشكله؟ اوس بي اف فيرتشوال لينك. واحنا صح ما شفناش ال ال اس اي تايب 3، تعالى اوريها لك كده. لو انا جيت على الراوتر ده دلوقتي كتبت بقى، فاكرين الكوماند بتاع المره اللي فاتت شو اي بي اوس بي اف داتابيز؟ ده بقى ايه؟ بيوريني الراوتر ده المفترض تبع اريا، انا على ار 4 صح، تبع اريا 1. فبيقول لك ايه بقى؟ بص دي ال اس اي تايب 1 طبيعي، انا في اريا 1
ار 4 وار 2 بس، فهيبقى في 2 ال اس اي تايب 1. جميل جدا. وفي كام ال اس اي تايب 2؟ حسب هل احنا عملنا انتخابات في المنطقه دي ولا ما عملناش. طبعا هنا الديفولت هيعمل ايه؟ هيعمل انتخابات الا اذا انت حولت دي بوينت تو بوينت ودي بوينت تو بوينت. فهنا في فعلا انتخابات اتعملت، ومين اللي نجح؟ اربع اربعات. بص بقى يا سيدي، ادي ال اس اي تايب 3. بص بيسموها حتى ايه؟ سامري نت لينك. دي تايب 3 اللي جايه من الراوترات اللي في يعني بص ده هيجنريت لايه بقى؟ ايه اللي عرفه؟ عندك هنا 20 لحد 23، وهنا 24 لحد 27. اهو من 20 لحد 23 و24 لحد كام؟ 27. ما هو فعلا الراجل ده هو اللي عارف الشبكات اللي هنا والشبكات اللي هنا يبلغ بيها الاريا ديت. بص المفترض كام شبكة بقى؟ دي 1 2 3 4، دول والمجموعة دي والمجموعة دي. يبقى بص اهو فعلا 1 2 3 4 والمجموعتين اللي احنا ايه اللي احنا شفناه دول اللي هم ال LSA تايب 3. نفس الكلام على كل راوتر. لو رحنا مثلا على ده شو اي بي اوس بي اف داتا بيز، بص بقى بالنسبه لده المفترض عنده كام راوتر في الاريا؟ 3. يبقى 3 ال اس اي تايب 1 ده اللي هي تلاتات وخمسات وستات. طب تايب 2 هتبقى كام واحده؟ ها تايب 2 مش ما فيش انتخابات حصلت لا في اللينكه دي، لكن دي ما حصلش صح كده. يبقى المفترض واحده اهي اللي هي بتاع مين اللي كسب في المنطقه دي؟ ست ستات. طيب ال اس اي تايب 3 بقى اللي جات لي بقى من حبايبي اللي في المفترض مين اللي هيبلغ الناس اللي في اريا 2 بالشبكات اللي في اريا 0 واريا 3؟ المفترض مين؟ ثلاث ثلاثات. ده صح كده، ثلاث ثلاثات هيجنريت ال اس اي تايب 3 هيبلغ. ادي 6 6 12 وادي 1 2 3. يبقى بص ادي فعلا 1 2 3 وادي ال 12 كلهم مين اللي عامل لهم جنريت؟ اللي هو ثلاث ثلاثات ده اللي هو على الحدود ما بين الايه؟ ما بين الارياز وبعضها. لاحظ حاجه، لاحظ ما جاليش من ده ال اس اي تايب 3 الخاصه باريا كام؟ 4. وهي دي بقى المشكله اللي احنا عايزين ايه؟ نحلها. اوقف الفيديو ده على كده.